حياكم الله مجددا في أهلا. اليوم الحث على التبرع بالأعضاء أصبح من الموضوعات الكثيرة والكبيرة والمطروحة باستمرار ما بين وقت وآخر في التنبيه لأهمية توفر أعضاء للزراعة مع كل الدعوات لكل المصابين بالأمراض التي تتطلب الزراعة بالشفاء والصحة والعافية. اليوم سنأخذ جانب وموضوع زراعة الكلى. يمكن في فترة من الفترات تحدثنا عن زراعة الكبد، وفي فترة من الفترات تحدثنا عن زراعة القلب، واستعرضنا واحدة من التجارب العالمية اللي كان فيها نقل قلب خنزير إلى إنسان ومدى إمكانية توافق هذا الموضوع. ويومها كنا نطرح إجمالا هل يمكن أن يعني يكون هذا على مستوى بقية الأعضاء أم لا. سنخصص الحديث لأهمية زراعة الكلى اليوم والتبرع بالأعضاء في هذا الجانب مع الدكتور معاذ بن منصور الهزاع، وهو أكاديمي واستشاري زراعة وجراحة الكلى والمسالك البولية. أرحب فيك دكتور، وحياك الله معنا مجددا في أهلا وسهلا وسهلا فرح. اليوم كمقدمة مفتاح ودخول لهذا الباب، كيف تصف أهمية التبرع للجمهور الجالس يسمعنا؟ يعني مدى أهمية وأثر التبرع؟ الحقيقة أستاذ فرح أنه الحاجة أو أهمية الموضوع جاء من الحاجة، وابتداء أقول أنه لا يوجد أي بديل على الكلية غير الكلية اللي ربي خلقها للإنسان. وهذه الرسالة مفادها في النهاية أنه حاول أن تحافظ على الكلية التي لديك إلى أبعد حد تستطيعه. بمعنى هذه الرسالة أقولها للناس اللي عندهم، طبعا احنا في الفشل الكلوي عندنا حوالي تقريبا 5 درجات، في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة حاول تحافظ عليها مع أطباء الكلى باطنة، عندنا جراحين في الزراعة أطباء الكلى الباطنة، بحيث يحافظ لك على الكلية بإذن الله أكثر وقت ممكن. هذه الرسالة. والرسالة الثانية أنه مع تزايد أورام الكلى الموجودة، والآن بدنا نلاحظ أنه في أورام الكلى الناس صغار في السن، يعني أنا آخر واحد سويت له أظن كان عمره 30 سنة. فهذه الأورام إذا تم استئصالها استئصال الكلية كاملة، معناها الإنسان كما تقول الدراسات بعد سنة تقريبا يبدأ عنده مشاكل في القلب، لأن السوائل تزيد على القلب. فبالتالي نحتاج ما يسمى بجراحات استئصال جزئي للأورام حسب مواقعها ومكانها. فبالتالي من المهم جدا الوصول إلى مختص علشان ما تصير الكلية بشكل كامل، فبالتالي نقترب من الفشل الكلوي. نعم. طبعا السؤال المهم، كم عندنا في المملكة من شخص لديه فشل كلوي؟ حسب آخر إحصائيات، ومشكورين مركز السعودي لزراعة الأعضاء زودوني بها في 2020 فإنه عدد الناس اللي يغسلون الغسيل الدموي، طبعا عندنا بدائل الكلية ثلاثة، إما الغسيل الدموي أو البروتوني أو الغسيل أو الزراعة. الغسيل الدموي تبدو أن تستطرد شوية. أيوة ودي ناخذ الفرق بين الأنواع. الغسيل الدموي هو الأكثر شيوعا، والغسيل الدموي معناها أنه الدم ينتقل إلى الجهاز والجهاز يصفيه وبعدين يرجع الجسم، يأخذ تقريبا 4 ساعات، تحتاج المريض قرابة 3 مرات في الأسبوع، هذا بشكل عام. وطبعا احنا نحط لهم في الذراع نوصلها وبعدين خلاص توصل للجهاز. هذا طبعا ميزته انه الميزة انه موجود، ان المريض يذهب الى المستشفى ويتعالج مع في 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 مكان طبي. لكن مشكلته ان الانسان مرتبط، تخيل الانسان يبغى يسافر ما يقدر يسافر، او يسافر بين التغسيل، او لازم ينسق في المكان الاخر. الثاني اسمه الغسيل البريتوني. الغسيل البريتوني في البطن، في توجيه في البطن نضع قسطرة. قسطرة هي لي، يعني عشان تكون موضوع سهل، لي. هذا اللي المريض مثلا في الليل وفي وقت راحته، بس غالبا لازم يكون وقت طويل في الليل، يركب محاليل، وهذه المحاليل تبدأ تدخل الباطن، وبعدين لما تدخل الباطن السوائل بطريقة معينة يصير في نوع من التصفية ثم تخرج. بالتالي الميزة أن المريض موجود في البيت، المريض ما يحتاج يروح مركز التغسيل ويجلس فترة طويلة ويرجع وتعال، فهذا أفضل له. طبعا النوع الثاني من البدائل وهو المتبرعين، وعنده نوعين من المتبرعين، إما أحياء أو متبرعين متوفين دماغيا. الغسيل الدموي في المملكة العربية السعودية في 2020 حوالي 19,700 مريض. الغسيل البريتوني حوالي 1,700 مريض. فإذا جمعتهم، طبعا الذين يزرعون زراعة كلى المزروع لهم حاليا في السعودية حوالي 7,000 تقريبا. فإذا جمعت طبعا الناس الموجودين في الغسيل البريتوني وفي الغسيل الدموي غالبا هم على لسة الانتظار أو قوائم الانتظار ينتظرون الزراعة. أفضل بديل، أفضل بديل الكلية بعد الكلية الطبيعية هي الزراعة، أفضل من هالثنتين هذه كلها. معناها عندك 22,000
أستاذ فره على قوائم الانتظار. كم من هؤلاء الأشخاص نزرع لهم في السنة؟ السنة 2020 طبعا ما بدنا نضغط على 2020 لأنه كان في كورونا وكذا أي. فالعملية تأخرت، لكن كانت قرابة 550 حالة. فأنت لما تشوف 550 حالة من حوالي 22 ألف، فمعناها أنك عندك قصور واضح في استبدال أو في وجود المتبرعين، في وجود المتبرعين، في حاجة كبيرة جدا. الأمر الآخر أريد أن أضيفه إلى أنه كل سنة تقريبا حسب إحصائيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء يضاف 3000 إلى القائمة سنويا، وهناك خلال 5 سنوات الماضية زيادة 5% كل سنة. هذا مؤشر خطر. طبعا مؤشر خطر. السؤال اللي أعتقد أنك يا دكتور يا أستاذ مفرع يدور في رأسك هو من وين جاء الفاشن كله؟ لكن قبله إذا سمحت لي قبله فيما يخص التبرع للمتوفين دماغيا، هو وش من المتوفين دماغيا عفوا، هو إيش آليته، إيش طريقته؟ شوف يا أخي الكريم، الآن لما يأتي شخص إلى المستشفى يكون عنده إصابة قوية في الدماغ وفي بروتوكول معين في المستشفى أنه هذا الشخص يعلن أنه متوفى دماغيا، بمعنى أنه عضلة القلب وكذا كلها تشتغل لكن الدماغ اللي هو أساسي جدا في حياة الإنسان قد توقف، نشاط الدماغ توقف. هنا نقول أن الإنسان هذا جيد أنه نأخذ منه الأعضاء. تعرف كم شخص ممكن يستفيد من الأعضاء لو توفى واحد وأخذنا منه أعضاء؟ كم شخص يستفيد من موجودة على قائمة الانتظار؟ كم؟ 8 أشخاص على الأقل من الشخص الواحد. فأنت عندك الكليتين وعندك كبد، هذه 3، القرنيتين هذا 5، عندك الرئة وعندك القلب هذه 7، وفي ناس عاد ممكن يأخذ من الأمعاء وممكن يأخذ من الشرايين. التدخل الطبي عفوا البنكرياس، وبالتالي عندك 8 أشخاص على الأقل. التدخل مفروض يكون في حدود كم من الفترة الزمنية بعد الوفاة الدماغية؟ طبعا في أقرب فرصة ممكنة، ما أقدر أقول لك متى الوقت معين لأنه في إجراءات معينة احنا بنمر عليها لأنها مهمة جدا. وسأذكر ما هو السبب في النقص، يعني ليش الاحتياج. يعني مثلا في 2020 مثلا يقول لك أنه عدد الأشخاص اللي في العناية المركزة، هم غالبا هؤلاء الأشخاص يصلون عناية مركزة، عددهم حوالي اللي كان محتمل أنهم يكونون متبرعين 400. في الأخير اللي أخذنا منهم 30. تخيل 30 بينهم. طبعا في أسباب ليش طبعا، لكن خليني أقولك آخر مرحلة، في 5 مراحل أو أكثر، آخر مرحلة صفنا 60، هذولا ممتازين جدا. طيب الستين هذولا ليش ما قدرنا ناخذ إلا من 30؟ لأنه ما كان في إذن. يعني تخيل أنه كل شيء جاهز، الطواقم جاهزة، ما استطعنا ناخذ إذن، ولهم واقعين على وثيقة التبرع، ولهم سبقوا أنهم سمحوا بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. بالتالي أنت خسرت، اضرب 8 في 30، شوف كم عدد الأشخاص اللي كانوا على قوائم الانتظار. الكلية لها بديل سالم فرع اللي هي الغسيل الدموي، لكن مثل الكبد وش بديله؟ بالتالي المريض في وضع حرج جدا جدا جدا. فتتخيل في 30 كبد كانت موجودة. طيب بقول لك على شيء دكتور، يعني أنت دكتور وقريب من هذا الموضوع. اليوم إذا اقترب شخص من الوفاة الدماغية مثلا أو توفي دماغيا، اللي يمنع أحيانا بعض هذه أنه يظل عند عائلته شيء من الأمل أنه ربما لا يتوفى نهائيا، ربما. هل يوجد أشخاص على مستوى العالم، على مستوى التاريخ، توفوا دماغيا وكتبت لهم الحياة؟ إذا تريد أن تأخذ حالات يعني نادرة جدا ممكن، لكن أنت لازم تحسب أيضا في أشياء كثيرة. مثلا أنه والله إذا قالوا أطباء اللي هم المخ والأعصاب مع أطباء العناية المركزة أن هذا الشخص متوفى دماغيا، من الصعب جدا أنه يرجع، أو حتى لو رجع فإنه سيرجع في وضع يعني صعب جدا. لكن غالبا أنهم إذا قالوا لا فهو لا. طبعا اللي متخصص في هذا هم في عناية مركزة وطب الأعصاب، أنا ما أستطيع أني أتجاوز على تخصصهم، لكن غالبا إذا وقع 2 من الاستشاريين، البروتوكول عندنا شديد جدا بالمناسبة، وأنا سأعرج أحيانا ما هي الأسباب اللي تدفع الناس إلى عدم التبرع. أنا أعرف أن في ناس يقول لك والله في توكلنا سوى التبرع بالغلط،
يعني أخاف إنه ممكن أدخل عناية مركزة لسبب أو لآخر ثم يقولوا لي والله أنت متبرع خلاص تشليح. لا، الموضوع ممكن يا جماعة الخير، الموضوع مختلف تماما، يعني في إجراءات صارمة جدا. قولها وضحها لنا. هي في استشاريين لازم يكونوا موجودين، في علامات حيوية لازم تصير موجودة، لازم في سر توقيع، إذا ما كان الأهل أو إذا ما كان هو سبق إنه لازم أهل يستشارون في الموضوع. في ناس عندهم حساسية من موضوع إني والله أنا يعني إنه طبعا فتحة البطن تكون فتحة كبيرة، وخصوصا لو مثلا كان بيتبرع بالقلب مثلا، فإنك من فتحة الصدر من فوق من العنق تماما وتنزل تحت إلى 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 إلى, إلى السرة، أو لا عفوا تحت السرة إلى منطقة العانة، فهذا طبعا فتحة كبيرة يعني. فهو يقول إنه والله أخشى مثلا تعرف إنه ينقل ثم يغسل أو كذا، أو يكشفون الأطباء زملائنا أطباء سواء كان عادة نتكلم عن فرنسا، إن كنت في فرنسا إحنا يكون نقفل يعني إحنا ونتق الله فيهم بحيث إنه يكون التقفيل يعني تقفيل جميل بحيث إنه ما يظهر، في النهاية هو يعني جسد بشرية وإنسان له كرامته، وكما يقال حرمة، أو كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمة المسلم حي كحرمته ميت. وبالتالي أخوانا في الذين ينتهون سواء كانوا من أطباء مسالك أو غيرهم إنهم يقفلون تقفيل ما يشعر بآدمية هذا الإنسان. وهذا إنسان يا أخي مبارك جدا، يعني هو صح توفي وذهب إلى القبر، لكن في النهاية في 8 أشخاص الآن عاشوا، يعني لا تعرف كم من المعاناة اللي يعانونها الناس اللي على قواعد الانتظار. وأنا كثير ما يجيني على رسائل سواء في تويتر أو في وسائل التواصل الاجتماعي معاناة يا رجل. يعني تخيل مثلا أسرد لك يعني من القصص اللي إنما تأتي أم وطفلتها عمرها 11 12 سنة تقول لك كانت كويسة وطبيعية، وخلال أسبوعين أو 3 أسابيع بدأت البنت تصير شاحبة وما تقدر تلعب، وبعدين اكتشفنا أنها فشل كلوي حاد الآن تغسل. كيف تنظر لها الطفلة وهي خلاص يعني أصبحت. أنا أقول دائما التغسيل هو رق، وذلك دعونا ننتقل من رق التغسيل إلى جنة الزراعة. يعني وحنا في هالحلقة دي ما نحن كأطباء جراحين مسالك وزراعة كلى لا نستطيع أن نعمل لوحدنا في القصة دي، المجتمع الإعلام شركاء لنا في النجاح هذا. لما تقول لي طفلة قبل شوي في التبرع بالكلى يفرق العمر؟ عمر المتبرع المتوفى ولا العمر المتبرع ولا المتبرع له؟ الاثنين. طبعا في شروط معينة في المتبرع يعني. يعني احنا نعرف مثلا توافق فصيلة الدم وبقية أنسجة وما أنسجة، لكن العمر يفرق؟ طبعا العمر يفرق. يعني مثلا إذا طفل لازم المتبرع طفل؟ لا مو شرط. كيف؟ مو شرط، في درجات معينه لازم نشوف وش يعني في لازم نشبكها، احنا ناخذها ونشبكها في الـ في الـ في الـ في, الشر في الشريان تحت في تحت البطن. الناس يظنون ناخذها ونحطها في مكان الكليه القديمه، لا، الكليه القديمه تظل في نفس مكان اذا ما كنا نحتاج نشيلها، ونشبكها تحت في جرح صغير يكون تحت، يعني مو بصغير يعني من 8 الى 10 سم حسب كل مريض، تحت البطن في الاسفل البطن عند منطقه في المناطق الجنب. لا معليش نعيد النقطه هذه، الان زراعه الكليه الجديده ما تكون مكان الكليه الاولى؟ في كثير من الاحيان ما تكون في مكان الكليه الاولى، لا، بل ممكن يكون انسان يصير عنده 3 كلى موجوده في بطنه، ثنتين هي الاصليه ما شلناها، ايه؟ وتبقى والكليه الجديده المزروعه تكون تحت، تكون تحت في منطقه ال تعرف ما اقول منطقه الصفاق، لكن منطقه الحالب او لا؟ لا مو الحالب، هي تحت شفت في عظم، في عظم موجود العظم الفخذ تقريبا فوق العظمه دي حوالي 2-3 سنتي، إيه؟ عفوا 4 سنتي، هذا هو تقريبا المكان الموجود اللي نحط فيه الكليه الجديده. طيب دكتور، اليوم نقرا في مواقع التواصل في اماكن كثير خلطات كثيره موجوده لموضوع تصفيه الكليه. نعم، البقدونس، الكزبرة، اللي يقول البيرة، الأشياء كثير، وش حقيقتها علميا وطبيا؟ فيما يخص البقدونس والشعير هذه كلها هم يعتقدونها مدرات بحيث أن تخلي الكلية تنتج بول أكثر، وبالتالي هم يظنون أن هذا صحي أكثر. بالنسبة للبقدونس ما ثبت شيء نهائيا. سالفة انك تغليه وتشرب ما لا يوجد شيء علمي يعني اذكر في دكتورنا الدكتور فهد اليامي
استاذنا او في جامعه الملك سعود يعني سوى بحث عن الموضوع ده ما وجد نتيجه صراحه واضحه انه فعلا ياثر على هم ليش ياخذون انه يقولون انه يمنع من تكون الحصوات. بالنسبه للبيره، البيره هي مدره، ليش؟ لان فيها سكر. بالتالي دائما اللي عندهم حصوات حريص انه يشرب بيره. وانا اقول ترى ستستفيد شيء واحد فقط، انك بتصير جنب الحمام بس. عندما يجيك ازمه، هذا طبعا موضوع اخر، عندما يجيك ازمه حصوه سدت الحالب، كل ما تشرب ماء كثير، هو الالم جاي من وين؟ الالم جاي من انسداد حوض الكليه بسبب وجود الحصوه. فكل ما تشرب مويه كثير فانت ايش؟ تضغط على الكليه فيزيد الالم. انت ما تستفيد كثير، اشرب شيء متوسط وعادي. لا بس دكتور، ترى حتى الاطباء يقول لك اشرب واذا نزلت الحصوه خلاص ما في مشكله. لا، وهذه فكره غير صحيحه، بل انت المفروض انك طوال الوقت تشرب عشان تمنع من تكون الحصوات. لكن مو اذا جت الازمه اعطوه 2 لتر ثم بعدين يزيد الالم بسبب انه الماء كثير وما تصرف. يعني الان في وقت الحصوه ما هو صحيح انك تشرب مويه؟ اذا كانت الحصوه صاده في الحالب. اي زين، لا تكثر. يعني احيانا بعض الناس عنده غثيان واستفراغ وبالتالي ينشف، نعطيه سوائل، هذا ما في مشكله. لكن العالم اللي تزيد، تلقى مثلا اصلا ما يشرب الا نص لتر في اليوم، ثم فجاه صار يشرب 4 لتر، ثم يجيك في العياده لانه الالم ما تحكم. طبعا انا عارف ليش الالم ما تقدر. انك الكليه عباره عن ايش؟ الكليه عباره عن خزان وفي مواسير. طيب جات واحده الماسوره انسدت، شو بيصير في الخزان؟ بيرتفع الضغط، هذا الالم، من هنا جاي الالم. واضح. طيب انا ليش ذكرت لك موضوع البقدونس؟ لانه بصراحه من سنوات وهو ينقل بشكل شبه يقين انه ترى هذا ينظف، هم ما قالوا حصوة، قالوا ينظف. افضل ما له علاقه بالتنظيف. افضل نصيحه سبق ذكرتها في اللقاء السابق، ايه؟ شرب الماء لتر ونص في اليوم. لا تحط شيء، الله خلق الماء متعادل يستطيع ان يحمي الكليه، اضافه الى الاسباب الاخرى اللي تسبب مشاكل في الكلى، مثل واهم سبب، اهم سبب الفشل الكلوي، ايه؟ المزمن اللي هو يحتاج تغسيل وزراعه وخلافه، ايه؟ هو في السعوديه السكر. السكر حوالي 40% من الناس اللي عندهم فشل كلوي في السعوديه هم جايين من السكر. بعدين يجي ارتفاع ضغط الدم، وبعدين عند الناس اللي عندهم تشوهات في الجهاز الكلوي، وكذلك الناس اللي عندهم ارتجاع وعندهم مشاكل، لازم يتابع مع طبيب المسالك علشان يحافظ على الكليه قدر المستطاع. طيب فيما يخص المتبرعين، يفرق يعني جنس المتبرع، ذكر انثى، كبير صغير، يعني يفرق؟ وفي توصيات مثلا ولا في خيارات معينه؟ هو تدري انه يعتمد على اشياء كثيره، هذا المريض او عفوا المتبرع كم عمره، كم وزنه، اذا عنده مشاكل صحيه ثانيه، فهي يعني في شروط، والشروط عندنا في السعوديه بحسب علمي في مراكز الزراعه يعني شروط نوعا ما قاسيه، أو لنقول إنها تحفظية حتى نضمن سلامة المتبرع والمتبرع له. يعني هو الهدف في النهاية أن هذا الإنسان متبرع، ما ودك برضو ترجعه من هنا وتجيبه للستة الانتظار من هنا. ها، أنت تريد أن أيضا، يعني إحنا دائما نترك الكلية الأفضل للمتبرع، ما نأخذ الكلية الأفضل من أفضل المتبرع. طيب أخيرا أنا ودي أسمع منك بوصفك دكتور متخصص قريب من الحالات، إنسانيا، أخلاق، اللي ودك، رسالة للمجتمع اليوم بخصوص الحاجة لأن يتبرعوا، وش تقول لهم؟ طيب اللي جالس يسمعنا. أنا عندي رسالة من شقين. الشق الأول هي رسالة لإخواننا الموجودين على قوائم الانتظار. يعني الحقيقة أنا أعرف الوضع صعب، وخصوصا لما يكون في أطفال، وخصوصا لما يكون في شخص مسؤول وعنده عائلة ويشعر أنه خرج من عجلة الحياة، لأنه كذا إنسان وضع في التغسيل هو يعني أصبح همه كيف يروح يغسل وكيف يرجع، وإذا كان موظف فإن الوضع يكون صعب. لكثير من فئات المجتمع اللي قد يجدون، وهذه أحيانا مؤلمة، انه البعض قد يكون عوائلهم صغيره او الناس ممكن يتبرعون قليلين، فبالتالي الامل عندهم شبه، ما اقول مفقود، ولكن يشعرون بجد معاناه. الحقيقه انه يعني هذا ابتلاء من الله عز وجل، والانسان في هاللحظات هذه لا يفقد الامل. الامل في الله كبير، والامور تتغير، وما يعني ما تتخيل، خصوصا في قصص في زراعه كذا، ما تتغير كيف الامور ممكن تتغير، لان باتصال واحد ممكن يتغير كل شيء. يا رب. الشق الثاني هو لنا نحن في المجتمع بشكل عام،
أنا أقول أنه نسبة المتبرعين عندنا قليلة جدا مقارنة بالدول الأخرى. يعني في بعض الأماكن اللي اشتغلت فيها يكون ثلثين الكلى جاي من المتبرعين أموات، في حين أنه عندنا حوالي 90% من المتبرعين هم أحياء. والحل الموجود في أيدينا اللي هو في الموجود في تطبيق توكلنا، بأن الإنسان يعني هذا صدقة جارية له بعد وفاته، أنه بعدمك صحيح شحيح وتستطيع، فادخل على تطبيق توكلنا واضغط على التبرع بالأعضاء. 8 أشخاص يا أخي ممكن يعيشون. نعم. وكون الإنسان يتبرع، هذه أحيانا بعض المشاكل أو بعض الأخطاء المفاهيم اللي يكون فيها خطأ، أنه لو تبرعت هذا ممكن أموت قريب. لا يا أخي، الموت لا علاقة له أن تبرعت أو لم تتبرع. فكم من صحيح عاش، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. لكن هذه وسيلة يا أخواني، الكلى الموجودة لا تكفي، وبالتالي من تتوقع أن سيجي يتبرع لنا؟ ما هذا شيء منا وفينا. وأنا في المناسبة أذكر بأنه الملك حفظه الله، الملك سلمان ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، كانوا هم أول الناس الذين تبرعوا على تطبيق توكلنا. جميل، وهذه يمكن القدوة الأجمل. دكتور شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا للدكتور معاذ بن منصور الهزاع، وشكرا لمتابعتكم هذه الحلقة. في أمان الله.